السيستمز ممكن تتشكل ستار، ممكن تتشكل دلتا، ممكن اشبك السيستم ستار واشبكه دلتا، وفي اختلافات بين التو سيستمز حسب هاي. خلينا نطلع اول شيء على السيستم. لو كان عندي السيستم ستار، طبعا هذول فولتج سورسز، هذول ممكن يكونوا السكندري تبع ترانسفورمر، وممكن هذا ممكن اخذه اشبكه على لود كمان يكون ستار كونكتد لود، زي اذا عندي مثلا، فهذا مثلا باجي بشبكه هلا هون مع التي، هذا باجي بشبكه مع الاس، وهذا بشبكه مع الار. هذا عباره ايش بنسميه؟ لود، وهذا سورس، يعني هذا السورس تبع الباور، وهذا اللود اللي عمالي بشبك عليه من هون. في عندي تو، بحاله ستار في عندي تو فولتجز، في شيء اسمه اللاين فولتج، في لاين، في لاين هو بيكون ما بين الفيز والفيز الثاني. عفوا الستار بوينت مش شرط اشبكها، مش شرط اشبك الستار بوينت، مش قصدك هاي اشبكها بهاي، مش شرط. ولذلك كثير من الاحيان مش شرط، في بعض مصانع هذا بعطيه انا 3 فيز وهو يدبر حاله بالنيوترون، واحيانا بوصله مش شرط انها توصل، بس مش شرط. اذا اللود بالانسد، اذا اللود بالانسد هذه الستار بوينت بتكون نفس هاي. هلا اللي بيهمنا هون الفي لاين، اذا الفي لاين هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن في ار ماينس في تي او في ار ماينس في اس. خليني احط هذه الفي لاين، احطها في ار ماينس في اس. اذا عندي بالحاله هاي في، راح ارمز له بالرمز ال، هو الفولتج ما بين في ار ومين؟ في اس. لكن عندي كمان في فيز هو ما بين في ونقطه النيوترون. لاحظين شايفين هذول الفولتجز، فاهمين شو هم؟ في لاين وفي فيز. في لاين هو الفولتج ما بين الفيز والفيز، في فيز هو الفولتج ما بين الفيز والنيوترال بوينت من هون. خلينا نطلع عليهم، حنطلع عليهم هون. راح ارسم هلا هدول بحيث انهم يكونوا مشابهين لهذوك، وراح ارسم الار بهذا الشكل. الدوران تبعي اي اتجاه دائما؟ والسرعه اوميجا او اف. راح ارسم الاس متاخر عنه قديش؟ إذا متأخر وين لازم يكون؟ هون ولا هون؟ متأخر على اليمين. إيه؟ يكون هون. وهي عندي هون هي 120 درجة اس، طول هذا نفس الطول هذا من هون، ومتأخر عن الاس مين؟ تي تي، متأخر كمان 120 درجة. وين الفي فيز هون؟ هي مش هذا هو بين الار ونقطة النيوترال اللي هو هذا الفولتج من هون. إذا هذا عبارة عن V phase. طيب VR كيف بدي أطلع VR؟ VR عبارة عن إيه؟ في عفوا VL عبارة عن إيش؟ VR ماينس VS. إذا بدي أطرح، كيف بطرح أنا فيكتورز؟ تتذكروا كيف تطرحوا فيكتورز؟ خلينا نتذكر حالة، لو أنا بدي أطرح تو فيكتورز، عندي فيكتور هون هيك، وخلينا أقول في عندي فيكتور ثاني هيك، هاي فيكتور نمبر 1 فيكتور نمبر 2، خلينا نحط عليهم اشاره ناكد انهم فيكتورز. كيف بدي اطرحهم؟ طرح لو بدي اجمعهم. طيب خلينا بدي اجمعهم، بدي اجمع في 1 زائد في 2، هذول فيكتورز كيف بجمعهم؟ حط الراس نحط هيك وهيك، مش هيك اخذتوا عندي هون الاثنين، وهي محصله التو فيكتورز جمعهم. طب لو طرحهم شو بقدر اعمل؟ اعكس واحد اعكس الثاني اللي هو الماينس بعدين اجمعهم. فلو بدي اطرحهم شو بعمل؟ باخذ هذا من هون وبضربه في ماينس هذا، فبصير وين موجود في 2؟ هون. وبعدين يعني كاني عمالي بقول انه في 1 ماينس في 2 بيساوي في 1 بلس ماينس في 2، مضبوط؟ مش هدول متساويتين بالستيتمنتس؟ ماينس يعني ايش بعمل؟ بس بعكس الاتجاه بضربه، بسيحه 180 درجه، هذا صار اذا ماينس في 2، هلا شو بقدر اعمل بسهوله؟ باخذ المحصله تبعتهم، فالمحصله تبعتهم بتصير هيك وهيك، وهذا بصير محصله في 1 ماينس في 2. واضح كل فهم هاي من فيكتورز بناخذها، بعمل الفيزرز بنفس الطريقه، هم مش فيكتورز بس بعملهم بنفس الطريقه. اذا خلينا نطلع بدي اخذ انا في ار ماينس في اس، ماينس في اس يعني شو بدي اعمل باس بالاول؟ بعكسه. اذا باخذ في اس من هون هو نفس الطول بيجي هون. باخذه هاي 120، قديش الزاويه اللي صارت بين ار وماينس 80 نص 60 هاي 180 درجه، مش هذا خط مستقيم؟ الخط المستقيم قديش درجته؟ 180 بضلع 120 شو بضل؟ 60. اذا هاي الزاويه هون 60. طيب وين اذا هلا لاحظوا هاي عباره عن ماينس اس، مضبوط؟ مش اس،
هذه اس وهذه ماينس اس. ار ماينس اس ايش راح تصير؟ وين راح تصير المحصل عندي؟ مش هاي محصلتهم صارت؟ اذا هذا عباره عن ايش صار الجديد؟ هذا الفيكتور ايش هو؟ هذا في ار اس، في ار ماينس اس. هذا لاين فولتج ولا فيز فولتج؟ لاين فولتج، لانه صار هو ار ماينس اس. طلعوا لي عليه، شو بتلاحظوا على في ار اس مقارن ب في ار؟ اطول، اطول منه، تمام. اذا هذا اول شيء، شو كمان؟ الزاوية، شو الزاوية؟ قديش الزاوية هاي تتوقع منها من السيمتري، من التماثل؟ نص 30. إذا هاي 30 وهاي 30. إذا شو بقدر أقول عن في آر إس بالنسبة لفي آر؟ نصف الزاوية. ليدينج ولا لاين؟ ليدينج ب 30 درجة. ليدينج ب 30 درجة وطوله قديش؟ من المثلثات بمكانك تثبت إنه هذا بيساوي في آر بجذر الثلاثة. إذا في آر إس بيساوي جذر الثلاثة في في ار، والزاوية تبعت في ار اس بتساوي الزاوية تبعت في ار زائد 30، لأنه هو ليدينج ب 30 درجة، عفوا في في ار اللي هو احنا بنشوفه هون. في ار اس أطول من في ار، أطول منه مقدار جذر الثلاثة. قديش تقريبا جذر الثلاثة؟ 1.7. إذا هذا الطول 1.7، هذا الطول، والزاوية تبعتهم leading by 30 degrees. إذا كقاعدة في star connected load V9 بيساوي جذر الثلاثة V phase، V9 leads V phase by 30 degrees. هذا بس صحيح لأي load؟ The star connected load. كل واحد فاهم هاي؟ خلينا نطلع على الكرنت. هذا عندي اي فيز، يعني هذا الفيز كرنت، وهذا هو اللاين كرنت، وهذا هون الفيز كرنت. شو العلاقه هون بين اللاين كرنت والفيز كرنت؟ نفسه مزبوط، واضح. مش هذا الكرنت حسب كي سي ال، الكرنت اللي بيدخل من هون مش هو نفسه بده يمر من هون؟ اذا لستار كونكتد لود ايش النتيجه الثانيه كمان بنقول؟ انه اي لاين بيساوي اي فيز بالزاويه وبالمعنى. اذا نلخص مره ثانيه، هذا ستار كونكتد لود، ستار كونكتد لود في لاين اكبر من في فيز، واضح ليش؟ بس مش ضعفه، مش ضعفه السيريز بتكون نفس، والزاويه تبعت في لاين ليدنج في فيز باي 30 ديجريز. الاي فيز للستار كونكتد لود بيساوي الاي لاين، لانه واضح انه نفسه